الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا يا كريمنا نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين المقبولين Kay Idris,
لوح المرحوم ني حلمت السعدية بنتك إدريس ولوح المرحوم ني حلمت السعدية بنتك إدريس لوح المرحوم ني مريم بنتك إدريس لوح المرحوم ني خديجة بنتك عبد القيه لوح المرحوم ني أمينة بنتك عبد القيه لوح المرحوم ني عبد القيه بنت محمد الراوي لوح المرحوم ني محمد الراوي بنت شهاب الدين قوي ني حلمت السعدية ني حلمت السعدية بنتك جنهر جنهر بنت عبد القدس عبد القدس بنت سيد عبد الكريم وإلى روح المرحوم إدريس بن جلو وإلى روح المرحومية وإلى روح المرحومة المرحومية بنت عبد الخالق عبد الخالق بن عبد الأخير عبد الأخير بن عبد السبتي عبد السبتي بن سيد عبد الكريم بن كبران وإلى روح المرحوم رادن سبحان الله رادن من توجيه رادن من توجيه رادن من توجيه سمو إلى جدهم الأكبر كني كان جنسهم من قدس مولانا جعفر صديق جميع إخوانه من أولياء التسعة ممن نشروا دين الإسلام في أرض إندونيسيا اللهم أفض علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا محبتهم ووفقنا لحسن متابعتهم واحمنا بحمايتهم وألحقنا بهم واجمعنا في زمرتهم واجزهم عنا خير الجزاء إنك سميع الدعاء يا أرحم الراحمين واجعله ثوابا وأعل درجاتهم في الجنة وأسكننا معهم فيها لمرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان ثبتنا على الإسلام واجمعنا على الإيمان اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى وشفاء ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الذين هم أهلك وخارج
واجعل القرآن العظيم لنا لكل داء دواء ولكل سقم شفاء ولكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا ولكل شر وبلاء دافعا ولكل جهل وظلم كاشفا اللهم اشف به مرضانا وارحم به موتانا وآدم به بركاتك علينا اللهم اصرف عنا بجاه القرآن العظيم كلما نخاف ونحذر من جميع البلايا والأخطار من جميع البلايا والأخطار والمصائب والأشرار يا دائم الإخوان ويا كريم الإحسان يا واسع العطاء والكرم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحسن ختامنا بحرمة القرآن اللهم أحسن ختامنا بحرمة القرآن وتوفنا وأنت راض عنا وتوفنا واجعل اللهم آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أصحاب صاحب الشفاعة يا أرحم الراحمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجميع مشايخنا وأساتذتنا والأبناء الصالحين والمشايخ الكرام وجميع والدي الحاضرين المبارك نقدم لهم ثواب سورة الفاتحة